مجر عما حدث داخل غرف تغيير الملابس. يقال مجر بأنه بعد نهاية المباراة المدرب ذهب لتحية اللاعبين وتشجيعهم، خلاص واحد واحد، ما زلنا مباراة أمام نيجيريا، إن شاء الله نكونوا في المستوى ونعود بنتيجة إيجابية. قالك فثار عليه بعض اللاعبين ممن يعتبرون من كوادر الفريق، والصحافة الوطنية سمت هؤلاء اللاعبين، فيه مبولحي، فيه فاغولي، فيه إبراهيمي، فيه مجاني، كل هؤلاء اللاعبين ثاروا على المدرب، وبإعاز أيضا من المناجر منصوري قالوا لا نريد تماما هذا المدرب في الفريق الوطني، ولذلك المدرب شعر بأنه غير مرغوب فيه، لذلك حمل امتعته ورحل حتى بعدما طلب منه رئيس الاتحاد الجزائري ذلك. ما رأيك مجر أولا في تصرف اللاعبين داخل غرف تغيير الملابس؟ أنا رأيي محمد الله في هذه الأمور، هيك تعرفني أنا ما نحبش ندخل في هذه الأمور، حتى لو احنا عارفين أمور كثيرة تحصل في الفريق الوطني الجزائري. سي فري كو لونترينور اي تي تراي par certains joueurs, avec la complicité de certains aussi. كان والو، ولكن انت ترجم باللغه العربيه معليش، يعني فيه كما يقولوا حتى يفهمك خدوع اللاعبين، مخدوع المدرب هذا مخدوع من بعض اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني، وبإعاز وبإعاز ايضا بعض الناس اللي ممكن ما نطرحوهمش وعارفين واش نقولوا. ولكن انت تكلمت كلمه محمد، قلت لعلي هل اقاله او استقاله؟ انا اقول كلمه، أنا بالنسبة لي المفروض المدرب كان يبقى، ما نتكلموش على الاستقالة ولا الإقالة، هذا مستقبل الجزائر، ما نقولش مستقبل المنتخب الجزائري، مستقبل الجزائر. أنت تعادلت في مباراة، أين المشكل محمد؟ فماشي سامحني أنا جاي كيسيون دو ريزيلتا. لا خلينا نتفاهموا، وين راح الملعب؟ وكان ربحنا سيبو. لا خلينا دوك نديروا دراسه ونتكلموا باش يفهمونا الناس اللي يشوفونا. انت تعادلت امام المنتخب الكاميرون، المنتخب الكاميرون دائما نقول لكم قوي، المنتخب النيجيري قوي، حتى المنتخب الزامبي سيكون قويا في زامبيا. الان حد المدرب يعني من يوم الى اخر اصبح مدرب ضعيف؟ نسيتوا ما بلوزوتو ياك هو اللي كان قاعد في الكرسي مع اللاعبين، فاز بست اهداف مقابل صفر، ما قلنا اي شيء. ولما نتعادل امام منتخب الكاميرون نقولوا هذا المدرب ما عنده اي علاقه مع كره القدم. لازم نحترموا المدربين اللي جونا الجزائر، لان هذه مش صوره مليحه، هذه الصوره هذه تهرب كل المدربين اللي ممكن يوم من الايام حابين يجوا يدربوا في الجزائر. احنا بهذا التصرف هذا حتى مدرب ما يجينا. هكذا احنا نتكلموا مع اللاعبين وما اللاعبين، اللاعب ما عنده اي كلام يقوله، فيه مدرب هو المسؤول الاول على الفريق. هذا المدرب جاء من غانا، عمل في غانا، وصل المنتخب الغاني حتى ربع النهائي، وصل المنتخب الغاني الى النهائي كاس افريقيا، علاش اننا نتكلموا هذه الامور؟ هكذا بهذا الاسلوب هذا محمد راح نخلق مشكل كبير، وهو ازمه اضافيه في المستقبل، لانها تاتي مع اي مدرب الان محمد، اي مدرب، هل يروح الى نيجيريا؟ يروح نيجيريا؟ لا اعتقد، راح يقول لهم لا، انا نجي بعد المباراه تاع نيجيريا، ولا نروح الى كاس افريقيا فقط، لان هنا المهمة صعبة جدا. لكن لما تقول لي مجال نحتفظوا بهذا المدرب، إذا هذا المدرب خلاص يعني حبل التواصل بينه وبين اللاعبين انقطع، لا يستطيع تواصل، اللاعبون رفضوا هذا المدرب، ماذا ستفعل؟ يجب أن تقيل يا المدرب يا اللاعبين، ولا يمكن الاستغناء عن 23 لاعب. يعني ما هم الأسباب اللي خلاوا هذه الأمور تحصل وتشعل ما بين اللاعبين و المدرب؟ يقال بانه لما رفض ادخال ابراهيمي وفاغولي قاد اللاعبان ثوره ضد المدرب. سي ديزيسكوز محمد، لان النتيجه تاع الكاميرون قلت لك مره اخيره، من سبب هذه الامور؟ الخطا من؟ الخطا من المنتخب الكاميرون، لانه ظهر بمستوى كبير، هو اللي خلق لنا هذا المشكل. لو كان فزنا بهذا المقابل صفر المدرب ما يروحش، مازالوا معنا. ولكن احنا انا دائما المدرب ودائما تشوف ليزارشيف تاعنا محمد في الجرائد، انا من الناس اللي نحب الاستقرار والاستمرار، الاستقرار والاستمرار هو اللي يخلي فريق يظهر بمستوى كبير. تعادلنا واحد مقابل واحد من الكاميرون، اين المشكل محمد؟ اين المشكل؟ مازال عندنا مباريات، خمس مباريات رفضوا المدرب. لا من اللي خلى اللاعبين يرفضون المدرب؟ علاش ما رفضوش بعد ما فاز بست اهداف مقابل صفر امام لوزوتو؟ علاش حتى واحد ما تكلم؟ هاو المشكل محمد. ما شوف انت معليش انت تطرح الاسئله، ولكن احنا عارفين واش حاصل في هذه الامور هذه. الان تجيب مدرب اخر، يعني افرض هذا المدرب جديد، جيب اي مدرب يروح لنيجيريا محمد، افرض نخسر مع نيجيريا،
كيف راح يكون مستقبل او مصير للمدرب اللي جابوه؟ واش راح نقول هذا المدرب الثاني مش مليح؟ باش تلومه. لا يمكن لمدرب ان يحضر لمباراه نيجيريا في مثل هذه الظروف. سعيد، هناك نقطتين الان في غير صالح